ينضم معنا من جنيف الأستاذ محمد خطاب العمر المتخصص بالشأن الإيراني. أستاذ محمد، بداية مرحبا بك. بدء العد العكسي لدخول الحزمة الثانية من العقوبات الأمريكية حيز التنفيذ، كيف سيكون تأثير هذه العقوبات على طهران، لا سيما مع إيقاف المصارف الصينية تعاملها؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. تحية لجنابك ولجميع متابعي ومشاهدي قناتكم الرائعة. أهلا بك أستاذ. أما بخصوص سؤالك، نعم سيدي الفاضل، فسوف تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بفرض الجولة الثانية للعقوبات على إيران، وذلك يوم 4 نوفمبر، أي بعد 3 أيام من اليوم. فقد تم تحويل العملة المحلية الإيرانية إلى دولار خوفا من العقوبات المترتبة عليهم. وبعد غياب أمل متتالية، دعا المرشد الإيراني خامنئي إلى إصلاحات عاجلة في القطاعين الاقتصادي والخاص لمواجهة أزمة العقوبات والحصار الفروض على إيران. فقد أوقفت المصارف الصينية تعاملاتها مع إيران كدفعة أولى بعد أن كانت من أول الدول المنتجة لإيران، وكانت إيران أول البلدان المصدرة لنفطها للصين، علما أن إيران كانت تضع جهودها وأملها في دول الاتحاد الأوروبي، لكن الثاني خيب أملها ووضعهم في حقيبة أن العقوبات قادمة ولا نستطيع تجاوزها. وهذا ما أكدته رئيسة وزراء ألمانيا السيدة ميركل إلى الرئيس الإيراني حسن روحاني عندما أجرى اتصال معها. وأكدت السيدة ميركل أن أمريكا لن تتهاون مع جميع الدول التي لا تطبق العقوبات، ولكننا نعلم جميعا أن الاتحاد الأوروبي لن يستطيع أن يتجاوز هذا القرار. نعم، إيران اليوم في هذه النقطة عندما تتحدث أوروبا عن صعوبة إنشاء كيان يتيح شراء النفط الإيراني، ما احتمالات أن تتخلى أوروبا عن النظام الإيراني والاتفاق النووي؟ نعم سيدي الفاضل، فقد أعلنت المنسقة الخارجية للاتحاد الأوروبي أن الاتحاد ينشأ كيانا قانونيا بهدف مواصلة شراء النفط من إيران. هذا ما أكدته المنسقة الأوروبية في ختام اجتماع مخصص لها في ملف الاتفاق النووي الإيراني الذي عقد في نيويورك يوم الاثنين الماضي. وبحسب مصادر أوروبية فإن هذا الكيان المزعم إنشاؤه هو لأغراض محددة، أي بين قوسين SPC، ويمكن أن يقوم بمقاومة أو مقاربة البورصة أو المعاملات المالية، وأن يشكل منظومة مقايضة متطورة تتيح للشركات الإفلات من العقوبات الأمريكية. لكن أمريكا أوعى وأمريكا أثقت من هذه اللعبة، وسيخيب أمل الاتحاد الأوروبي أمام هذه العقوبات. على المستوى الداخلي، إلى أي حد يمكن أن تتمكن حكومة روحاني من تجاوز هذه الأزمة في ظل تنامي الغضب الشعبي بسبب العوامل الاقتصادية السيئة؟ سيدي الفاضل، هذه العقوبات قررتها الولايات المتحدة الأمريكية وفرضتها على إيران بسبب برنامجها النووي، وتضيق الخناق أكثر على نظام خامنئي والذي يواجه بدوره أزمة داخلية وعزلة غير مسبوقة. فكما ذكرت قبل قليل أن الشارع الإيراني الآن محتقن ومتشنج، علما أن الشارع الإيراني غير سعيد وغير راضي على سياسته التي أوصلتهم إلى هذا المستوى من الانهيار الاقتصادي. ونحن نتطلع كباحثين أول بأول إلى ما سوف ينتج من الشارع، وأنا متأكد أن الشارع الإيراني لن يصمت أيام، وسوف يخرج بمظاهرات عارفة أمام حكومتها التي وصلته إلى هذا المستوى من الحرمان والعزلة الدولية. طيب، وسوف يكون أول المدافعين من هذه هم أهلنا في الأحواز العربية المحتلة التي اضطهدت كثيرا من حكومة ولاية الفقيه. بعض المحللين يرى أن فرض العقوبات ربما لن يكفي لإرغام طهران على الكف عن هيمنتها على المنطقة. من وجهة نظركم، إلى أي مدى ستؤثر هذه الحزمة من العقوبات وما يليها ربما إلى أي مدى سيؤثر على النفوذ الإيراني في المنطقة، خصوصا في اليمن، في سوريا، في العراق؟ أخي الكريم، إيران لن تتوقف عن تدخلاتها السياسية والعسكرية في بلدان أولهما العراق وثانيهما سوريا واليمن ولبنان
سيتدخل في شؤون البلدان كالأخطبوط. واخر حدث قامت به ايران هو محاوله اغتيال فاشله لاحد معارضيها الاحواجيين في هولندا، ويوم امس استدعت هولندا سفيرها في طهران، وصرح وزير الخارجيه الهولندي انه سوف يعقد اجتماعا عاجلا خلال اليومين المقبلين مع وزراء الخارجيه في الاتحاد الاوروبي لكشف حقائق غامضه كشفتها مخابرات هولنديه لتحركات لتصفيه بعض المعارضين لحكومه طهران. وقبلها سلمت المانيا دبلوماسيا كان يروم تفجير في وسط باريس لاحتفاليه تضم معارضين ايرانيين، وحضرها عدد كبير من وزراء الاتحاد الاوروبي وعمده نيويورك السابق. فايران كشفت مخالبها اليوم الخبيثه ضد الدول وضد جميع من يعارضها، وخير دليل تحركات سليماني المكوكيه في العراق ونهجه وتدخلاته السافره في تشكيل الحكومه، فتاره نجده في اربيل وتاره نجده في السليمانيه وتاره اخرى في النجف وداخل المقرات الحكوميه في المنطقه الخضراء، وكانه زعيم العراق الاوحد، ونجده في سوريا يقود المعارك، وهم الان يحاولون السيطره على مضيق هرمز امام القوات الامريكيه ليجس النبض امام القوات الامريكيه، لكن المعلومات موثوقه وبالارقام عن قيام ضربات عسكريه محتمله ضد ايران وداخل العمق الايراني من قبل قوه ننتظر التعيين اليها في حديث خاص، وسوف اعطيكم حجم القوات وعددها وما هي الاسلحه التي سوف تستخدم والتركيز على الشارع الايراني من الداخل. وضحت والذي يغلي الان ويتطلع الى ما هو دور الدول العربيه المناهضه لهم. من جنيف الأستاذ محمد خطاب العمر المتخصص بالشأن الإيراني، شكرا جزيلا لك.